دكتور، نزيف المخ ليه أعراض؟ وليه بسأل السؤال ده؟ بسأل السؤال ده لأنه لو هو ليه أعراض وإحنا عرفناها أو تيقنا منها كده، يعني في مرحلة مبكرة أو في وقت بدري، هنقدر نلحق المريض أو الشخص. اكيد طبعا. اول حاجه في نزيف المخ تبقى حاجه مش واضحه جدا، يعني حد حصل حادث بسيط زي مثلا ارتجاج، والارتجاج ممكن يوصل بعد كده نزيف. في بعض الحالات بتبقى قليل جدا يعني، او حد ضغط مرتفع وحصل نزيف، بيحصل اول حاجه يمكن صداع، صداع حاد كده وترجيع، دي اشهر حاجه موجوده. بيقيس الضغط بتاعه بيلاقيه عالي، او احنا بنقيس الضغط في الاستقبال في الحوادث بنلاقي ضغط مرتفع مع ارتجاج وكده، فاحنا بنبدا نشوف الاعراض دي، هل هو صداع وترجيع وتحسن بالعلاج ولا لا. لو بعد كده بدا يحصل تقل في الكلام، تقل في الحركه، فقد في الاحساس، اغماء بسيطه او اضطراب في درجه الوعي، يبقى لازم في مشكله، يبقى لازم العيان ده يتصور حالا، نعمل اشعه مقطعيه على المخ عشان نشوف هل في نزيف ولا لا، وده بيبان في وقتها. طيب، سرعة إنقاذ المريض هل يعني بيتوقف عليها مدى الخسائر اللي هيوصل لها طبعا. من عدمها يعني؟ طبعا اول حاجه طبعا هو سرعه الانقاذ نفسه لازم تتم في الاول، لان احنا ممكن نمنع، هو طبعا النزيف ده ان احنا نمنع السبب. بمعنى ايه؟ ضغط مرتفع يؤدي الى النزيف، اول حاجه في علاج النزيف ايه؟ نوقف النزيف؟ لا مش نوقف النزيف، لا نعالج الضغط أيوة بس، صحيح نعالج صحيح. السبب. يبقى احنا اول حاجه بنعالج السبب، بس هل هو ده حصل ليه، طيب حصل ليه. هينفع ان انا انزل ضغط عالي جدا بسرعة؟ ده سؤال هايل هايل، ده سؤال هايل، ده في شغلنا. حضرتك اشتغلت معانا قبل كده؟ لا بس بقدم البرنامج بقى لي سنين يا دكتور، فخلاص بقى. فخلاص. طيب اول حاجه طبعا الضغط المرتفع ده في حاجه اسمها كوشن ترايد، يبقى في ثلاث حاجات كده، بيبقى الضغط عالي جدا وجسم المخ وجسم او يعني ضغط المخ عالي جدا، فمش هينفع المخ واصله دم متدفق بقوه شديده جدا، ما ينفعش اوقفه فجاه. لو نزلته فجاه، وده احنا نعرف نعمل كده، لو نزلنا الضغط ده فجاه بيحصل حاجه اسمها هايبو برفيوجن انجري، يعني اصابه في المخ، نقص ترويه جوه يا جسم خبر. المخ. انا متعود اديك دفعه قويه للمكان ده بميه او بضغط حاجه، وفجاه قللت الضغط، فبالتالي اللي انت متعوده عليه او المخ اتعود عليه مش هيلاقيه، هيلاقي ايه؟ نقص ترويه، قللت شويه فجاه يبقى مفيش دم رايح المكان ده، بيحصل جلطات في المخ، طب انا يبقى بقى كان في نزيف وحصل جلطه بعد جلطه كده. بعدين. انما احنا بننزل بالتدريج وبننزله مش للطبيعي، بننزله حاجه اسمها للهايبرتنسيف سايد او للعالي شويه، يعني زي مثلا ضغط لأعلى المريض من الطبيعي شوية. اعلى ضغط المريض 140 90، الادلت اللي هو البالغ. البالغ، واحنا ضغطنا وصل ل 230 على 120، ما بنزلوش ال 140 90، بنزله 170 160 100 عشان اخليه في دم واصل له، في دم واصل له، وانا كده برضو عملت اللي انا عايزه، انا قللت الضغط وقللت ضغط المخ، ومش هرجعه للطبيعي دلوقتي، هرجعه للطبيعي بعد ما المخ يتعود على الضغط اللي هو اقل شويه. فيبقى ده سؤال مهم، ده الكلام ده في الرعايات احنا بنعمله، ده الكلام ده مش في المستشفى، في الرعايه المركزه. في